السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سادس. احنا اخذنا بالحصة السابقة انه مجموع قياسات الشكل الرباعي في مكان، قلنا اي شكل شو مكان في العالم رباعي منتظم غير منتظم مش مشكلة، هو 360 درجة 360 درجة. قلنا زي ما عملنا في المدلة اي زوايا بيعطينا اياها بنجمعها وبنطرحها من 360 درجة. كنا حتى لو اعطاني زاويتان وقال لي الزاوية الثالثة قائمة بعرف انها 90 درجة، حتى اعطاني زاويتان وقال لي زاويتان الاخريتان اللي هن متساويتان بعد ما طلع الناتج بقسمهم على اثنان لانها متساويتين زاويتين عندي. هذا الحكي اخذناه وحكينا عن السؤال اللي هو من اليوم اللي حلوه تمارين ومسائل، تمارين ومسائل اللي هي صفحة 14. السؤال الأول طبعا أنا مش حابة أحنا مش آسف مش 14 آسف مش 14 كنت فاتحة غلط. هي صفحة بس 18. ايوه الان عندي رسمة انا مش حرسم لك جدي قياس الزاوية المشغولة سين في كل من الاشكال الاتية. انا حكتب لك الزوايا الموجودة عندي على الشكل، انا مش حرسم لك، حرسم لك عندي الزاوية الاولى 45، الزاوية الثانية 65، والثالثة 115. بده سين، بده اللي هو سين. اول شيء زي ما تعلمنا بس اني انا بجمع الزوايا واطرحها من 360. يجي هو بس 15، احنا بسرعه بدنا نبدا اللي هي 10 11 12 اللي هي 2 5 و20. السين تساوي ايش بتساوي؟ 360 بطرح منها 225، بقول له هون لا يجوز، بعمل له هون 5 هون 10. احنا كلنا بنعرف نطرح نعرف 135 هاي زاوية سين، سين تساوي 135. نيجي ناخذ باء، نيجي ناخذ باء، قلنا بنعرف هذا الحكي وقلنا اكيد حلينا مع بعض. طلعي على الرسمه تبعتنا، خليكي معي عليها. اول واحد ما اعطانيش الا زاويتان فقط، اعطاني بس زاويتان فقط جماعه الطيب، وانا والثالثه ايش عملت فيها؟ هل هي متساويه؟ لا. ايش محطوط عليها يا نس؟ طلعي عليها الزاويه شو محطوط عليها؟ محطوط عليها ركن مربع. ركن مربع شو يعني يا مس؟ ركن مربع يعني زاوية قائمة، يعني ركن مربع على طول بحط عليها 90، على طول بحط عليها 90، ركن مربع على طول بحط عليها 90. بس الكار عندي حجمها 6 3 9 9 18 و225 درجة. أطلع سين يا مس أنا أطلع سين تساوي اللي هي 360 ناقص 275. أكيد هون 6 3 9 18 نعم صح. نيجي هون مس 10، نيجي هون مس 5 هون 10، هي 5 ناقص لا يجوز، نعمل 75 درجة. هي السين طلعت معي 75 درجة. ناخذ جيم، ناخذ جيم، ناخذ جيم احنا مع بعض. عندي جيم، عندي الزوايا 50، طبعا انا قلت لك مش حاسه على طول حجمها على طول، انا يعني تلقائيا هون 0 0 0 و5 4 9 و9 3 و50 للاسف 230. نيجي ناخذ سين، سين شو بدنا نساوي يا مس؟ نطرح من 360 اللي هي 230. بعمل عمليه طرح السرير
الشكل هذا. انا مش عارفه وين اطرح. انت بتعرف انت كامل يعني مش صغير. 130 درجه اللي هي دي سي 130 درجه سي. اخر شيء بهذا السؤال بس دال. اخر شيء هذا السؤال دال عندي كل سهل ما فيها شيء الا كانت عندي الركن المربع. احنا لازم نكتشف انه في ركن مربع يعني 90 درجه وهو ما بحط لي اياها بس بعمل لي ركن مربع اذا حط لي رسمه. واذا ما حط لي رسمه بقول لي اللي هو الشكل الرباعي قائم في زاويه قائمه. بقول لي في زاويه قائمه شكل الرباعي في زاويه قائمه. هون عندي 15 وهون عندي بس 7 8 ايش هيك؟ لا استني شوي. 260 درجة. الآن سي تساوي 360 ناقص 260 كانت تعطيني بس 0.0 درجة اللي هي سي. سي طلعت عندي 100 درجة. هاي بس السؤال الأول خلصنا. بدنا ناخذ السؤال الثاني. حنكمل ان شاء الله اذا ما حكينا بس على اللي هو السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 سهل كثير نفس الحكي. نرجع بعيد ونزيد الكلام. سؤال رقم 2 صفحه 18 بكفي نحل اليوم السؤالين وان شاء الله الباقي نحله الحصه الجايه. جيب لي قياس الزاويه الرابعه في شكل رباعي. علم قياس 3 زوايا منه بكل مما ياتي. عندنا الف الزاويه الاولى اعطاني اياها 84. انا اعطيني اياها بس بدي اعمل جمع انت لانك عارف ايش نعمل بالشكل هذا. بس حجمع خمسة عشرة وهون عندي 7 9 18 20 وعندي 300. عندي 360 ناقص 300 تعطيني 100 درجة. هاي الزاوية الثالثة. هاي الزاوية الثالثة بحكي لي عندي 90. ايه ما عنديش نفس الزاويتين يا مس. إذا كان الرباعي في زاويتان 90 شوفي الرباعي زاويتان 90. أنا زاوية هون 90 وهي زاوية 90 كيف بدي أسكره؟ بقدر أسكره هيك معناته كل زوايا 90 معناته كل الزوايا 90 معناته يا مس كل الزوايا 90 360 صح؟ معناته انا عندي من غير ما اجمع ولا شيء انا لو جمعت 3 زوايا اول زاويه 90 الثانيه 90 والثالثه 90 معناته انا الزاويه اللي عندي المجهوله هي 90 من غير ما اجمع. طيب ان شاء الله باذن الله حنكمل معاكم حل الاسئله. انا مش حقدر احل سؤال وقتك الثاني. حنحلها كلها مع بعض الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.